ايه راي حضرتك النهارده في شكل واداء المنتخب في ظل حاله التراجع خصوصا في الشوط الثاني؟ في ظل التراجع في الشوط الثاني، تراجع اللاعبين في الشوط الثاني. احنا ابتدينا الماتش اول 17 دقيقه بامتياز الحقيقه. اي فريق اداؤه زي ما قال كابتن فتحي عشان يبقى متميز ومستحوذ وكل حاجه، تقارب الخطوط انها تبقى موجوده اللي هي غابت خالص في الشوط الثاني الحقيقه. انك انت خطوطك متقاربه، لعيبتك تحركاتها قلت لبعض، يعني اي حتى لاعب نادل محتاج ان هو يلعب على الاطراف او يلعب من مع صلاح او يعمل لغه، حاله التغييرات اللي حصلت يا كابتن عملت دخلت محمد صلاح لجوه، فقدنا حته الطرف اليمين دي خالص، ان احنا بنطلع ما بنروحلوش الا بضربه كره طويله ونروح نلعب ضربه تماس عشان نوصل في هذه المنطقه. الشوط الاولاني كان فيه لغه ان محمد صلاح حاسس ان هو هيتراقب من اول مباراه، فبقى بيسقط لتحت وبيعملوا مثلث جميل جدا هو وعبد الله السعيد ومحمدي، ازاي الكره بتتاخد الاول وبعدين بتخش لنص الملعب وبعدين بيطلع الطرف بيخش لجوه بيطلع صلاح تاني. عملوا اول 17 دقيقه الحقيقه دخلوا لغايه خط السته لغايه جوه، ده يعني فرصتين كمان، ده يعني فرصتين لا وفي نظره ممكن تلعب كره عرضيه سليمه، ممكن تبقى لك هدف في متابعه تبقى جيده مثلا من مروان تبقى هدف، عندك خمس ست جوال كانوا ممكن يبقوا موجودين قبل الهدف حتى اللي احنا جبناه بالفردي يعني بتاع تريزيجيه اللي هو دي لعبه تريزيجيه اللي من ساعه ما لعب في المنتخب هو بيلعبها، او هو بيلعبها على الصعيد الاوروبي او الصعيد التركي او اللي هو بيلعب فيه بره. فحاله الانفصال اللي حصل بين الخطوط تاني تايم هو ده اللي حسيت كده ان اللعيبه كشت او اللعيبه مجهودها اقل او الاعتماد على صلاح، صلاح مش موجود بقى خلاص، صلاح بقى هو النظره كلها على صلاح، ما حصلش التدعيم الشكل من النني مثلا زي ما طارق حامد بيجري وبيجري في كل حته، النني بقى لوحده خلاص بقى بخيل حتى في انه يعمل ياخد الكره في كورتين احنا واحنا بنتفرج خدهم يقدر يعدي ويروح لغايه منطقه الجزاء الخصم، بيروح بتحسس يعني بيروح بخوف بيروح ان خايف الكره تتقطع ظهره يبقى مكشوف من وراه ما حدش يقدر يغطيه تبقى مشكله على فرقه منتخب مصر. تمام، فهو ده كان حاله التحركات قلت في الشوط الثاني. كابتن حشيش، الضغط العصبي والنفسي